بجد التحية بحضراتكم في الاستوديو تحليل مباراة بيراميدز وحرس الحدود اللي انتهت بهدف لبيراميدز بأقدام دودو الجباس، الهدف في الوقت القاتل. كابتن تامر، يعني خلينا نبتدي بقيمة مباراة كاملة ازاي؟ يمكن حتى الدقيقة 95 كان حرس الحدود هو اللي فارض اسلوبه على بيراميدز، لولا ان دودو جباس خطف الهدف ويعني شفنا بيراميدز تنفس الصعداء بالهدف ده. لا، فرض اسلوبه الدفاعي، ولكن كفرص لا، بيراميدز يستحق الفوز. يعني احنا بنتكلم في عدد ضيع فرص، ضيع كتير من الفرص كبيره جدا، ولكن الجيم الدفاعي الكبير اللي قدمه حرس الحدود، يعني هو غريبا هقول جمله دلوقتي ما تمشيش، اللي هو فوز مستحق لبيراميدز وهزيمه غير مستحقه لحرس الحدود، لان بيراميدز بالفرص اللي اضعوها دي طبيعي ان هم يكسبوا، وحرس الحدود لعبوا مباراه كبيره، ومحمد فوزي تالق. يعني كنا لسه قاعدين بنتكلم ان 25 تصدي ولا 26 تصدي ويدخل فيه جون في اخر ثانيه، يعني ومش غلطته. فاعتقد كان حارس حدود نفسه يطلع نقطه ما كانتش هتفيده في حاجه، ولكن الثلاث نقاط افادت بيراميدز اكتر، لان في صراعه مع فيوتشر على المركز الثاني، خصوصا بعد فوز فيوتشر على سيراميكا 1. فاعتقد عجبني اصرار بيراميدز، ان يعني طبيعي في مباراه زي دي شايف ان الحظ مش معاكي والعارضه ما عندكي وضرب جزاء تيجي وتتصد، فخلاص اليوم مش يومك. فان هم يبقى باصرار لغايه اخر ثانيه ان هم يحرزوا الهدف، نفس الوضع عجبني دودو جباس، ان انا بنزل خمس دقائق ابقى مؤثر وابقى في الاخر شفناه بيتشال بالاعناق، لان فكره ان انا انزل خمس دقائق ممكن ابقى دوري مؤثر اكتر من اللعيب اللي بيلعب الماتش كله. فيعني اعتقد لا، يعني فوز مستحق للبيراميدز.